بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، المنهج السعودي، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. ما زلنا شغالين في الفصل الثالث، خلصنا دروس الفصل الثالث، والنهاردة إن شاء الله هناخد اختبار الفصل الثالث و الاختبار التراكم. يكون معاك كتاب المدرسة ومعاك القلم، وتحل معايا كل مثال أنا بحله تحله معايا داخل الايه، داخل الكتاب. نبدأ كده على بركة الله. السؤال الأول بيقول لي: يحوط الطالب الحشرة التي فوق الغصن ويضع علامة إكس على الحشرة التي تحت الغصن. يبقى اللي فوق الغصن هنحوط عليها، ادي الحشره اللي فوق الغصن هنحوط عليها، واللي تحت الغصن بنضع عليها علامه اكس. يبقى دي فوق ودي تحت، فوق حطينا حولها دائره وتحت عملنا عليها اكس. اتنين: يحوط الطالب الصندوق العلوي. يبقى الصندوق العلوي اللي في الاعلى اعلى نحوطه، ادي حوطنا الصندوق اللي في الاعلى، ويضع علامة إكس على الصندوق الذي في الوسط، ده في الأوسط نضع عليه علامة إكس، وخطا تحت الصندوق الذي في الأسفل، آدي الصندوق اللي في الأسفل نحط خط تحت الصندوق الذي في الأسفل. خلينا ناخد مثال كمان. بيقول: يحوط الطالب القارب الذي قبل القارب الأصفر. ادي القارب الاصفر، هما ماشيين في هذا الاتجاه، خلينا نعتبر هذا الاتجاه، ولا النهايه هنا؟ صحيح، يبقى قال لي النهايه هنا، يبقى هما ماشيين في هذا الاتجاه. ليه؟ لان الاتجاه هنا هيفرق بشكل كامل. هو قال لي النهايه هنا مش البدايه، يبقى النهايه يبقى هما ماشيين كده، يبقى الذي قبل القارب الاصفر هو القارب الازرق. يبقى يحوط الطالب القارب الذي قبل القارب الأصفر. لازم أحدد الاتجاه، فهو حاطط لي كلمة النهاية هنا، كنا نغلط في الأول ونفترض الإيه؟ إن الاتجاه كده، لا، يبقى الاتجاه في الناحية الأخرى، يبقى القارب الأزرق هو الذي قبل القارب الأصفر، ويضع علامة إكس على القارب الذي بعد القارب الأزرق. بعد، يبقى هو ماشي كده، اللي بعد القارب الأزرق اللي بعده يبقى القارب الأصفر، يبقى القارب الأصفر. واضحة دي كده؟ طيب ناخد مثال كمان. بيقول لي: يحوط الطالب الصورة التالية في النمط. ايه الصورة التالية؟ برتقانتين وتفاحة. ادي وحدة النمط، ادي وحدة النمط، لازم اعرف ادي وحدة النمط. النمط الجديد بيبدأ بايه؟ بيبدأ برتقانة، يبقى انا بحوط البرتقالة. ناخد مثال كمان. بيقول لي: يحوط الطالب الصورة التالية في النمط. هنا لاعب رافع ايده، وهنا حاطط ايده في وسطه، رافع ايده، حاطط ايده في وسطه، رافع ايده، حاطط ايده في وسطه. يبقى النمط بتاع ايه؟ النمط بتاع الاثنين دول، الاثنين دول، رافع ايده وحاطط ايده في وسطه، يبقى ادي رافع ايده وحاطط ايده في وسطه، رافع ايده وحاطط ايده في وسطه، يبقى اللي جاي هيكون ايه؟ هيكون رافع ايده، لان النمط بيبدا بلاعب رافع يده. طيب يبقى نبدا الايه؟ نبدا الاختبار التراكمي. خلينا كده ناخد اول سؤال. السؤال الاول بيقول لي: ما الصوره التي فيها الضفدع فوق السمكه؟ خلينا نشوف الصوره ديت. الصوره ديت ايه؟ لو ماشيين في هذا الاتجاه يبقى الضفدع بعد السمكه، لو ماشيين في هذا الاتجاه الصوره الثالثه الضفدع قبل السمكه، هنا الضفدع فوق السمكه، يبقى انا بظلل هذه الصوره اللي فيها الضفدع فوق السمكه. بيقول لي: ما الزر الذي له الشكل نفسه؟ الشكل نفسه هيبقى واضحة قوي ديت، السؤال ده بسيط ومباشر، يبقى هذا الزر له الشكل نفسه. ناخد مثال كمان. بيقول لي: ما عدد حبات التفاح على الشجرة الأولى؟ نعد، أدي واحد، أدي اثنين، أدي ثلاثة، أدي أربعة، نكتب العدد أربعة.
طيب ما العدد، عدد التفاح على الشجرة الثانية؟ ما فيش، يبقى عدد الايه؟ عدد التفاح صفر، عدد التفاح صفر. وبعض الكتب بتقول ايه؟ ارسم نفس عدد التفاح على الشجرة الثانية، ولكن انا بفضل السؤال بهذا الاتجاه، ان هنا اربعة وهنا ما فيش، يبقى صفر. بيقول لي ما المجموعة التي فيها عدد فواكه أكثر؟ عدد ديت عدد فواكه أكثر، هنا كام؟ هنا ثلاثة وهنا اثنين وهنا واحد، يبقى اللي فيها عدد فواكه أكثر هذه المجموعة. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي ما المجموعة التي فيها عدد أحصنة أقل؟ هنا كام؟ هنا ستة وهنا خمسة وهنا أربعة، يبقى دي اللي فيها عدد أحصنة أقل، بظل الدائرة. ناخد مثال كمان، بيقول لي ما البطة التي تأتي قبل البطة الصغيرة؟ هما ماشيين كده هما، يبقى اللي بتأتي قبل الصغيرة الايه؟ البطة السوداء ديت، يبقى نظلل البطة السوداء، نظلل البطة السوداء. طبعا ممكن يقول لي ما البطة التي تأتي بعد البطة الصغيرة؟ يبقى البطة الايه؟ البطة البيضاء. هنا ما عدد الكرات؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي أربعة، ادي خمسة، ادي الرقم خمسة، يبقى عدد الكرات خمسة واظلل الرقم خمسة. بيقول لي ما الشكل الذي يأتي بعد ذلك؟ نشوف النمط، مستطيل، مثلث، دايرة، يبقى ده النمط بتاعي. طيب ادي مستطيل، مثلث، دايرة، ده وحدة النمط بتاعي، وادي وحدة النمط بتاعي. بدأ النمط بمستطيل، ايه اللي بيجي بعد المستطيل في وحدة النمط؟ مستطيل، مثلث، يبقى الذي يأتي بعده ويكون هو الايه؟ المثلث. سؤال جميل جدا. خلاص كده، يبقى احنا كده بفضل الله انهينا الفصل الثالث، فصل جميل وبسيط وسهل، وممكن تبقى تعيد الفيديوهات مرة تانية بشكل سريع، يعني انت قدامك تقدر تسرع الفيديو بحيث ان ايه؟ ان ما يبقاش اللي ياخد وقت كتير بالنسبة لك في المراجعات. نتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.